نستعرض سويا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوب. في فيديو يهز القلوب ويوثق لحظة مروعة، يظهر فلسطينيون معتقلون يركضون حفاة الأقدام بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم. الفيديو يصور لحظة خروجهم من الأسر تحت تهديد السلاح في مشهد يعكس اليأس والرجاء في آن واحد. يمكن رؤية الرجال وهم يركضون بسرعة دون أن يعرفوا مصيرهم أو حتى ما ينتظرهم، لكن الألم لم ينتهي هنا. بعد وصولهم إلى نقطة معينة بداخل غزة، يتعرض بعضهم للقصف والقتل بواسطة الطائرات المسيرة الإسرائيلية. في كل خطوة محفوفة بالخطر يتجلى صمود الشعب الفلسطيني الذي يتشبث بالحياة والحرية، وسوف يظل هؤلاء المعتقلون رمزا للأمل والشجاعة. فلنشاهد. Thank you.